إيه، شو إحساس هذا الإنسان اللي ناحيتك؟ أو شو مشاعر اللي ناحيتك؟ هذا الإنسان شايفك هو أنت بديت بداية جديدة، وشايفك هذا الإنسان إنه أنت إنسان مشرف في الحياة، إنسان عندك لكل نهاية بداية جديدة. هو شايفك كمان أنت بلشت مشروع جديد أو بديت بداية جديدة رغم بعده عنك. كمان انت زي شاعر، هو شاعر من ناحيتك انك رجعت اكتشفت من اول وجديد، وكأنك انت ناوي على بداية جديدة من ناحيته. على الاقل عندك بداية جديدة، مشروع، او انت دخلت مشروع جديد، او سافرت لتعمل بداية جديدة في مشروع جديد، لأنه تعطى بطاقة سفر وأكتف حركة وتواصل. ويمكن شافك إنك أنت عندك بداية جديدة وقصة جديدة أصلا أو شغل جديد. طيب، هل نشوف عقل الباطني من ناحيته؟ هذا الإنسان عقل الباطني رداح، واقف بردح محاله، يعني باخد وبعطي محاله، كأنه يعني عقل الباطني كأنه مستعد لحتى يواجه المشكلة. إذا أنت تقدمت بدك بداية جديدة، كأنه قاعد بستنى العقل الباطني أقل، يعني أقل إشي، إنه جاهز لحتى يشاركك كل إشي بصراحة، ويحط مثلا حدود لكل شيء صار. مثلا صارت مشكلة معينة، هلا رح نعرف شو هي المشكلة، كأنه بده فاهمك ويصارحك بهي المشكلة. هيك عقل الباطني، هذا أقل إشي في عقل الباطني. طيب، عقل الواعي نفس الشيء، نفس الشخص هذا زي ما حكيت لكم، هو بحبه جدا جدا، وهو إنسان عقله الواعي مستقر. على فكرة الإنسان هذا مستقر، وكمان مستقر عاطفيا، مستقر كمان كلامه موزون، حتى عقله الواعي موزون وزنه، يعني حتى لما بيجي بيصارح في عقله الباطني هو متوازن في عقله الباطني وعقله الواعي. يعني هو صريح في عقله الباطني، حتى بينه وبين نفسه صريح، وهو متوازن في العقل الواعي. يعني تفكيره، يعني مثلا جيت حكيت له ممكن مثلا نرجع، وبيجي بيحكي لك الجواب الصافي باستقرار وبصدق، يعني ما في مثلا تلاعب او عقله مخربط ومشوش، لا. الانسان هذا زي ما شايفك انت بديت بداية جديدة، هو بدأ بداية جديدة، فهو بدأ في التوازن. عقله اقل شيء انه هو عقليا متوازن، وعقليا يعني حتى عقله طيب. هو حاليا هو متوازن جدا، تفكيره متوازن، تفكيره مثلا في العمل في العمل، تفكيره في الحب في الحب. هو اعلن تفكيره الواعي، اعلن استقراره. طيب خلينا نشوف المشكلة اللي صارت بيناتكم. المشكلة في طرف منكم انسحب من العلاقة بدون أي عذر أو أي مبرر، وكأنه صار عدة حيل في هاي العلاقة أدت إلى إنهائها، وكأنه الشخص هذا ما استخدم عقله اللي هلأ هو فيه، ما استخدمه معاك، كأنه كان في العلاقة هي فاقدة للذكاء، فاقدة كمان لل، خليني أشوف أكتر، فاقدة للحيل، أو فاقدة إن هذا الإنسان يحتال عليك، يجي مثلا أنت مثلا زعلان يجي هيك يعمل حيلة ومثلا يراضيك فيها. كان هذا الإنسان أو أنت شايفه أنه هو
اتسحب بدون ما يحكي ولا شيء زي السارق مثلا، سرق قلبك ومشاعرك كل شيء، سحب حاله وراح وتركك وراح. لأن هذا الإنسان أنت شاعر إنه مش عارف وين راح، ولا عارف شو بفكر، ولا عارف متباعد. فأنت حس إنه المشكلة هي إنه صار زي خيانة أو غدر، وقلت حيلة كمان، وما كان في عدم تفاهم، وفي بعضكو فهم الآخر غلط. فهمه مثلا إنه محتال، مثلا تعب رجل عقرب محتال، أو الشخص الثاني هو المحتال، في هيك سوء تفاهم لهذا الإشي. طيب شو نوايا، طيب شو خطوته، وهل في رجوع ولا لا؟ هذا الإنسان حاليا بيوقف يدافع عن حاله، ما عنده نوايا رجوع أو خطوة، كأنه بده يوقف لك يتصدد لك إذا أنت حكيت كلمة بده يحكي عشرة، كأنه بده يدفعك عنه، إنه هو حاسس، هو مشكلته معك إنه حاسس إنه أنت مثلا احتلت عليه، ومثلا سحبت حالك وهربت، تركته مثلا لحاله وهربت. في منكم كمان إنه دخل من كان معي بعلاقة ودخل بعلاقة أخرى، هو هذا الإنسان هيك حاسس. فهو هلأ في وقت الدفاع عن النفس، يعني هو خطوته إنه إذا أنت هوت ناحيته إنه هو بده يدافع عن نفسه. طيب هل في رجوع؟ هو الإنسان هذا مش مفكر لسه، هو جاهز بس لسه ما مشى هي الخطوة، يعني هو لسه مفكر إنه بس يرجع، حتى إذا رجع بده يكون خطوته ثابتة، قراره ثابت لا رجعة فيه. يعني إذا رجع بده يكون عارف هو وين راجع بالظبط، لأنه هو بده يزقك عنه ويبعدك عنه، فهو لسه مش ماخد قرار الرجعة ولا ماخد خطوة، لأنه هو حس إنه المشكلة اللي بيناتكم إنه صار في احتيال في الموضوع، صار في لف ودوران، مشكلة كبيرة حس فيها إنه هو زي انغدر فيه، انتصب عليه. يمكن احتمال يكون في بيناتكم شغل وصار في غدر في هذا الشغل، احتمال مثلا طرف تاني دخل بيناتكم خليك تتخلى عن الطرف هذا، أو العكس، يعني القراءة تنفع العكس. طيب خلينا نشوف انت يا بالنسبة للأبراج، عندي برج العقرب، أبراج ترابية، أبراج مائية، أبراج هوائية، بس هذه حل المشكلة عندك، يعني أبراج نارية ومائية، وبرج هذا بنشوفه احنا برج القوس أو برج الأسد كمان، هون برج الحوت، أبراج زي ما حكيت لكم ترابية، الأكثر هي اللي طاغية على القراءة أبراج ترابية ومائية ونارية وهوائية كمان، يعني ميزان، دلو، جوزاء، وعذراء، وثور، وجدي، عنكو، قوس، حمل، أسد، و حوت، سرطان، عقرب، يعني عشان بالنسبة للي بيسألوا عن الأبراج. طيب خلينا نشوف انت مشاعرك من ناحيته، انت جاهز وحتى لابس الدراع والواقي ومجهز نفسك لخطوة اتجاه هذا الشخص، كأنك بدك تروح تواجهه بالقفزة يعني الحامية، وعندك حب مواجهة لهذا الشخص، بدك تواجهه بالموضوع، احتمال انك بدك تروح تفهمه انه اللي صار مثلا انت فاهمه غلط، مثلا انا مش قصدي يصير هيك هيك بالضبط، او مش قصدي مثلا ادخل طرف ثالث بيناتنا، او مش قصدي مثلا ادخل طرف عائلتي بيناتنا. فهو هذا الانسان عمال، فانت عمالك بتحضر نفسك لتروح تفهمه
ان هو شافك انسان محتال او انسان غدرت بيه. انت على الكرة عكس، يمكن انت شفت انسان غدر فيك او هذا وبدك تروح تواجهه، وهيك مدرع وبدك تاخذ الموضوع في ايدك وتضل رايح عليه. انت جاهز تعي بس تستعد كانك تستنى في اشاره معينه تتم هاي الانطلاقه. طيب إيه، نشوف تفكيرك الباطني. انت تفكيرك الباطني كانك حاسس هذه اميه بالنسبه لك، هذا الشخص اميته، لأن نفس الشيء تفكيرك الواعي ان هذا الانسان هو اميتك في الحب. هيك انت حاسس انه هو اميه تحققت، كانك يعني بتحبه بزياده، عندك عاطفتك ناحيته فائضه. طيب خلينا نشوف تفكيرك الواعي. على فكره انت هيك فعلك عمالك بتعاند، بتحاول تعاند هذا الانسان، هو في تفكيره الباطني صريح وانت قاعد ساكت وبتعاند برضه، يعني عندك حبه عناد وهو قاعد بصارح وانت لا، بس هو متوازن. وبرضه نفس الاشي محتفظ لك بحب كبير زي ما حكيت لك، هو بحبك جدا 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 هذا الانسان، وانت تكون له نفس المشاعر، يعني الحب كله بالنسبه لك هذا الانسان. مشاعرك من ناحيته كتير فائض، او تفكيرك الواعي تملك له من الحب ما فوق زي ما بيحكوها. حب يعني الحب بيناتكم متبادل، على فكره نفس الاشي، بس هي مشكله انا حاسسها هي سوء فهم صارت بيناتكم، طرف دخل بيناتكم خرب هاي العلاقه. طيب شو المشكله اللي انت حاسس فيها؟ كانك حاسس ان هذا الانسان ناضج بما فيه الكفايه انه يفكر وياخذ قرار، لانه انت كانه حل المشكلة عندك انه انت لازم تاخذ قرار وتقطع الموضوع كلياته، والجو اللي جاهزها انت تعمل لها جو يعني تنطلق، فانت لازم تقطع المشكلة وتعمل لها حل، بما انك برج ذكي وتعرف تعمل حلول لأي مشكلة بتصير في حياتك. كأنك انت شايف في اختلافات بيناتكم، يمكن اختلافات مسافة، اختلافات في يمكن اختلافات كجول بيناتكم، يعني في اختلافات بيناتكم، انت هاي شايفها هذه المشكلة الواقفة قدامكم. طيب خلينا نشوف هون بقول لك عبر عن نفسك من خلال الابداعات، الانشطه والابداعات. يعني هون بيحكوا لك اذا انت مثلا مش ظاهر، لا بس انا شايف انه انت ظاهر يعني، بس انت ايش جواتك ابدع عن طريق الفن، الاغاني، لانه طلع في حدا بيضرب على العود وقاعد بروقان وبحر وبطه جنبه، فبدك تعمل زي عشان انت ترتاح مثلا نفسيا، لان انت كأنه مخك يعني فاض في الحب بزيادة مثلا لهذا الشخص، فبتقدر برضه انه تعبر له عن هذا الاشي مثلا عن طريق التواصل، عن طريق الانترنت، لان احساسك كأني حاسك انه فاقد الامل في رجعة هذا الشخص، لأنه هو الشخص هذا كأنه غامض نوعا ما، مبتعد نوعا ما. إحساسك هذا أقل شيء، إحساسك من ناحيته، من ناحية المشكلة كمان كأنه متباعد، وكأنه هو إنسان هو يعني أكبر منك سنا، أو هو ناضج لأخذ قرارات معينة. كأن المشكلة عندك هو انه هذا الانسان
ويمكن تقبل العكس ان يكون هو انسان مش ناضج، او في اختلافات بيناتكم، اختلافات جوهريه مثلا، مو شرط يكون اختلافات كبيره، بس كان مثلا اختلافات طبيعه، اختلافات المعتقدات، اختلافات وجهات النظر بيناتكم، او الراي بيناتكم، مثلا انت بتختلف وجهه نظرك للحياه، هو بيختلف وجهه نظره للحياه. فالحل الوحيد انك تقطع هذا المشكله، انك تقطع هذا الاختلاف اللي بيناتكم، اللي انت حاسه بيناتكم، او تعمل مواجهه، او يا اما تقطع هذا الاشي نهائي خلص ما تعود تفكر فيه، او انك تروح كعقل ناضج تروح تقطع هذا الخلاف اللي بيناتكم مهما كان الخلاف، حتى لو اختلافات طبيعه او اختلافات وجهات نظر او اختلافات معتقدات عائليه. مثلا انتوا عائله تؤمن انه عندكم مثلا فرح، تؤمن انه مثلا البنت عليها مثلا العروس يعني عليها انها هي تتكفل بمصاريف العرس، وهم لا، عندهم الشاب هو اللي يتكفل بالمصاريف الاخرى. فانت هون بدك تاخذ قرار وتقطع كل شيء وتعمل حدود لكل شيء، الكوين اوف سورد. يا اما بدك تقطع هذه العلاقه، يا اما تقطع اذا في مشاكل عائليه. بالارجح هي مشاكل عائليه، مثلا انتوا اثنين على وجه الزواج، عندكم مثلا اختلافات وجه النظر، عائلتك متمسكه براي وعائله هذا الشخص متمسكه براي اخر، يعني في اختلاف وجهات النظر، في شيء مختلف بيناتكم، المسافة، وجهات النظر، معتقدات عائلية، في اختلاف بيناتكم. سفر، يمكن يكون في سفر، انت شايف هذا عائق كبير انه يكون في سفر بيناتكم. طيب خلينا نشوف الأوركل شو بحكي لك. جدد أولوية التركيز على أعلى درجاتك وأساعدك في التنظيم والتحفيز. إذا في عندك مشروع أو شيء معين أنت تاركه ومركز مثلا في القصة هاي، بدك تجدد أولوياتك بالشغل، مثلا تركز في شغلك، تركز في عملك، تركز يمكن انه تركز انه شو الأولوية تعملها في هاي القصة، انك تقطع الموضوع كلياته او تحط حدود للموضوع بعقلانية وبمنتهى الذكاء. احنا بنعرفك انك برج ذكي وعندك عقلانية. خلينا نشوف المرأة المفكرة شو بدها تعطيكوا، لانه لازم تكونوا مفكرين، لانه هون معطيكوا نصيحة انه بالعقل تقطع كل الشكوك، إذا في شكوك، إذا في سوء ظن، سوء تفاهم، إنكم تقطعوا هذه الوساويس. وكمان لأنه أنا بحس إنه أنت طالب التسامح، عقلك عمال بيطالب بالتسامح والمغفرة كمان. كمان اسمعوا القراءة، القراءة تقبل العكس، يعني احتمال هم مثلا هم في الطاقة هاي وانتوا في الطاقة هاي، يعني القراءة تقبل العكس، لان انتوا زي عندكم هيك حاسين بحزن من ناحية هذا الشخص، او حاسين انه في تسامح لازم يحصل بيناتكم. طيب خلينا نشوف المرأة المفكرة، يعني بتفكروا يا مرأة، خلينا نشوف ايش بتفكروا، شوف ايش لازم تفكروا فيه.
كأنه بدكم تدخلوا تفكروا باختفاء هذا الشخص او تباعده او غموضه وتقدموا له نوع من التسامح او مسج من التسامح، لان انا بحس انه انت طالب او بعقلك الواعي بدك تسامح، لانه مشاعرك ناحيه هذا الشخص او حتى في عقلك الباطني تفكيرك انه انت عندك هذا اميه حياتك بالنسبه لك، فانت لازم تفكر تخلي هذا الانسان مثلا يظهر من اختفائه او يطلع من اختفائه. فلهيك بقول لك المرأة المفكرة، يعني تفكروا كيف بدكم تخلوا هذا الانسان يخرج من حالة الغموض والاختفاء وحالة التوهان اللي هو فيه، لانه على الاقل انتم شايفينه هيك او متباعد عنكم، فبتقدموا نوع من المسج مثلا التسامح، كمان تعملوا هيك شوية مثلا إغراءات إنكم اشتغلتوا إنكم تغيرتوا إنكم عملت بدكم تسامح تجذبوا هذا الشخص لجهتكم أكتر، لحتى زي ما حكيت لكم تبينوا، لأنه شايفكم أصلا إنتوا بداية جديدة بس، أو يمكن بالنسبة له هو إنتوا بداية جديدة أو شايفكم إنتوا شمس أشرقت على حياته. فأنا شايف هي مشاعر أقل شيء، فأنا شايف إنه بدك تظهر تفكر كيف بدك تظهر له إنه أنت تغيرت أو أنت تحسنت أو أنت هذا الإنسان رح يكون معك باستقرار وما يخاف ويصير يدفعك يزقك عنه، لأنه هو إحساسه بإنك مثلا شخص احتلت عليه أو شخص غدرت فيه أو شخص دخلت أطراف ناس بناتكو أو شخص كأنك دخلت تاخد بس شغلة معينة وسحبت حالك وهربت، هالتفكيره أو هذا المشكلة اللي هو فكر فيها إنه هو لقى حاله في هذا في هالمشكلة في هالعلاقة. فأنت بدك تفرجيه تفكر كيف تظهر له إنه في استقرار رح يصير بيناتكو، لأنه أنا بحسك إنه أنت اللي طالب التسامح أو الاستقرار، لأنه بالنسبة لك هذا الشخص أمنية لحياتك إذا تتحقق، لأنه هذا الإنسان موقف بالنسبة للرجعة لسه طويلة بالنسبة له، إنه هو ما عنده خطوة يعملها، هو بس بحاول يوقف حتى يحمي نفسه، عنده نوع من إنه يتوقف يحمي نفسه من أي ضربة بدها تيجي منك أو من أي، لأنه هو شايف إنه أنت كأنك دخلت بمشاعرك وأحاسيسك وسحبت حالك وطلعت اخذت شغله مثلا بينك وعمل مشروع، فانت مثلا اخذت منه مبلغ مالي وسحبت حالك ومثلا احتلت عليه وهربت، فهو احساسه هيك اقلها، هو هيك شايف المشكله، انت شايفها غير وهو شايفها غير، وشايف انه فيش صدق، تمام، او فيش ما في صدق، هذا اقل شيء بقدر احكي لكم اياه. انت شايف المشكله بعد بعد مسافة، عادات تختلف، الأقارب مثلا عاداتهم تختلف عن هذا الشخص عن عادات أهل هذا الشخص، ففي أنت شايف اختلافات وهو شايف أنك أنت كأنك شوي يعني عندك لف ودوران تنطبق هذه عكسية، يعني كل إنسان يملك مشكلة، يعني هو بيكون غلطان، جهة بتكون غلطانة وأنت بتكون غلطان، لأنه هيك بيصير سوء تفاهم. فأحيانا لما إحنا نحس حالنا أنه في صار سوء تفاهم لازم نبادر نحل هاي المشكلة لحتى مثلا تنحل مثلا نفسيتكو ترتاح، لأن هذا الشخص نفسكو عقله الواعي نفس عقلكو كأنه طالب برضه تسامح أو هو متزن من ناحيتكو في الحب العاطفة، كأنه هو يتم لكم مشاعر فائضة كمان نفس الإشي، كأنه بحبكو يعني كتير متوازن في حبه إنكو. فإن شاء الله يا رب تكون قراءة مريحة بالنسبة لكم. كمان خلنا نسحب كارت نصيحة لبرج العقرب. زي ما حكيت لك حتى زي ما طلعوا لك في